لأن مثل الرواية لما تطبع وهي تنشرها، المسرح هي تقدمه وتنتجه، السيناريو تعمل فيلم، أنا عارف ده تقل يعني وكده. أنا مستعد لجائزة المسرح إن أنا متبرعا بإنتاج المسرحيات اللي تسمع. بس أنا بقول ده لأن الشاب بالذات الشباب اللي بيكسبوا في المسابقات دي بيبقى فعلا أصعب عليهم من دخول المسابقة إنهم عملوا جيد الشاب. ونفسي في السنة الجاية يبقى احنا بنقدم جوائز 2015 وبنقدم عرض مسرحي مثلا اللي فاز في 2014.